بشوي، قطعت شرايح الباذنجان مثل ما تشوفون وسط، لهي باللي مره خفيفه ولا سميكه، رشيتها بزيت زيتون وبابريكا وفلفل اسود طبعا وملح، وعلى القلايه الهوائيه. ونبدا بالسلطه حقتنا. عندي بصحن التقديم حطيت شرايح الخس، وبستخدم معها الحمص البليله، وهنا عندي الفول السوداني المحمص، ممكن يكون صنابر محمص، ممكن يكون اللوز الصنابري محمص على حسب رغبتكم. وعندي شرايح خبز، ونجي هنا الفلافل اللي هي الطعميه قليتها طبعا مصلحه بالبيت، والطريقه بالانستغرام وباليوتيوب قليتها وفتتها. وعندي هنا زهره نقعتها بشوي مويه حاره ابو ساعه وبعدين قليتها. وعندي هنا شرايح الباذنجان اللي قليناها. وبصحن التقديم بضيف الحمص وبخلي منها شوي بعد على الوجه، وبعدها بضيف بعد نفس الشيء الفول السوداني المحمص، وبخلي بعد جزء على الوجه، وبعدها الخبز المحمص. نجي للصوص. حطيت هنا نتفة ثوم مثل ما تشوفون لأنها فريش فريحته قوية، مع علبة زبادي ونص ليمونة ومع طحينة السايلة اللي هي الهردة، وأحركهم زين. أخلط الفلافل والزهرة مع بعض، ما في داعي إنكم تتبلونها بشيء لأنها أصلاً الفلافل متبلة بالملح والبهارات والكمون، وهنا بنتبلها بعدين بالصوص. أحطها على شريحة الباذنجان وألفها رول مثل ما تشوفون، وبعدين على صحن التقديم.